بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي، أبنائي، إخواني، أخواتي، شكرا لكم. كل ما نقدمه في هذه الساحات هو شيء يسير بالنسبة إلى ما صنعت الساحات والمواصلة الجهاد ليل نهار. أنتم الشرف وكل الشرف، كيف لا وأنتم أبناء الأستاذ عبد الوهاب حسين المفجر الثورة الذي لا يخنع ولا يتراجع، وهو معكم وفيكم وأنتم من، فهنيئا لكم وهنيئا له بهذا الشباب الصامت الثابت الواقف على خط النار لأجل أن يصل إلى مصيره، فمصيره يقرره بنفسه، ولا بد أن تتحقق مطالبه المشروعة إن عاجلا أو آجلا، كيف لا. ومن ورائكم هذا المجاهد مفجر الثورة الأستاذ عبد الوهاب الذي واصل دربه وواصل سجنه، فهو شعلة وهو شعلة وشعاع يضيء لنا جميعا درب الحرية ودرب الإباء ودرب ذات الشوكة التي من سلكه نال إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. وعما قليل إن شاء الله نراه قريبا، كما قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سيخرج أستاذنا المجاهد مع من معه من القيادات إلى الساحة معلنين صرختهم الحسينية التي لا زالوا يترددونها في السجن وخارج السجن. هيهات منا الذلة.